هذه الفلاو باريس جاكسون تتعرض للسرقة. نشرت باريس جاكسون سلسلة من أشرطة الفيديو على الإنستغرام كشفت فيها أنها تعرضت للسرقة بعد تقديم المساعدة إلى بعض الأشخاص الذين ينتظرون من يقلهم، وحسب إيدي فإن منظرهم وحالتهم سيئة جدا. وتقول ابنة أيقونة البوب مايكل جاكسون: حتى الليلة الماضية التقطت شخصين في طريقي إلى لوس أنجلوس. ووفقا لتقارير انترتينمنت نايت لم تكتفي فقط بتوصيلهم، بل توقفت عند مطعم للوجبات السريعة واشترت لهما الطعام، بالإضافة إلى أنها أعطت للمرأة زوجا من الجوارب. جاكسون استغرقت لحظة لتوضيح أنها لم تكن تقول القصة لتذكير الناس بأنها تفعل الخير، ولكن لتشرح للناس أن لطفها لم يكن في محله ولم يسر بشكل جيد. تقول باريس: بينما كنت أشتري الطعام قاما بسرقة بطاقات الائتمانية. باريس المعروفة بشغفها للعمل الخيري ونشاطاتها المتنوعة كانت غير راضية على النتيجة، فقالت: أعطيتكم يا رفاق ركوبا عبر لوس أنجلوس وتصرفت معكم كسائق أوبر رغم أني لست منهم، وكان جزائي أن تسرقوني. ماذا؟ وتركت القصة هناك وأملت أن تتمكن من إلغاء البطاقة بمجرد أن تدرك أنها سرقت. استخدمت جاكسون الكثير من حضورها في وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مدى أهمية إعادتها، ورغبت في أن تكون نموذجا يحتذى به، ووضحت لمجلة ستيلر: نشاطي وعملي في البعثات وغيرها هي من الأولويات في حياتي. شكرا على المتابعة، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك وزر الجرس لكي تكونوا أول من يصله الجديد.